بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين ركز معايا في هذا الفيديو الجميل هيعجبك جدا جدا. الناس بتغلط في الفترات وأمتى نعمل فترة هنا مفتوحة أمتى نعملها مغلقة. تعال بس كده في الفيديو ده ركز معايا. عندك الفترات نوعين، في فترات محدودة وفي فترات غير محدودة. كيف الفترات المحدودة هتلاقي هنا في هنا مثلا على سبيل المثال هنا إكس أكبر من أو يساوي إيه وهنا إكس أكبر من أو يساوي بي، يعني الفترة لها بداية ولها نهاية، لها بداية ولها إيه نهاية. ازاي بنكتب هذه الفترة؟ بدل فين علامة يساوي بدل المغلق، الاثنين اهوت الاثنين مغلقين، حط هنا الـ A وحط هنا ايه، حط هنا الـ B. نفس الطريقة هنا لا ايه، ما فيش هنا يساوي يبقى ده مفتوح، ده رمز المفتوح. هنا ما فيش يساوي يبقى هنا رمز المفتوح، تحط هنا ايه وتحط هنا ايه، حط هنا B. نفس الطريقة هنا ايه، هنا مغلق من عند الـ A، يبقى اللي عند الـ A مغلق اهوت اللي هو الـ A، ومن عند الـ B اللي هو ايه اللي هو مفتوح. هنا من عند الـ A مغلق، هنا من عند الـ A مغلق، هنا من عند سوري من عند الايه مفتوح لان مفيش يساوي، هنا من عند البه ايه، هنا من عند البه بيكون هنا مغلق. اوكي، ده اسمها فترات ايه محدوده، لها بدايه ولها نهايه، لها بدايه ولها نهايه. اما الفتره غير محدوده هتلاقي دايما فيها موجب من النهايه او سالب من النهايه، اكس اكبر من او يساوي اكس اكبر من او يساوي الايه، الاكبر من او يساوي بدل فين يساوي تاخد الايه معاك، معناها الايه معاك الى ما لا نهايه. دايما ما لا نهايه سواء كانت موجبه او سالبه بيكون ايه، بيكون مفتوح. اكس هنا اقل من او يساوي، اقل من او يساوي ايه ما لا نهايه. دايما الاقل من او يساوي يا جماعه اما يكون في اقل في الفتره، في الفتره دايما بنكتب الصغير الاول، بنكتب الصغير الاول يبقى سالب ما لا نهايه اللي هو الصغير، وبعد كده الايه اللي هو ايه اللي هو مغلق. اكس اكبر من ايه معناها الايه مش معايا لان ما فيش يساوي، وبعد كده ما لا نهايه. ديت اكس اقل من سالب ما لا نهايه واكبر من سالب، تكتب سالب ما لا نهايه الاول. دايما قلنا سالب ما نهايه وموجب ما نهايه يكون ايه، بيكون مفتوح. يبقى ده علامه المغلق، ده اعرف ان هو مغلق، وده بيكون علامه ايه مفتوح. ودايما موجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه بيكون الاثنين مفتوحتين، يعني بيكون كده. ودايما هنا في الفتره الصغير اولا، نكتب الصغير ايه اولا عكس المجموعه، الصغير او الكبير مش هتفرق. اوكي، إذا عجبك الفيديو تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الزر. شكرا لكم.